السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا مشروع جديد استثمار عن طريق غير المواقع الاستثمارية. نحن شرحنا الكثير من المواقع الاستثمارية، منها من نصبت، منها من توقفت، ومنها من نس أو نربح منها حتى الآن. هنا طريقة أخرى أفضل من هذه الطرق كلها. سنقوم الآن بشرح عملية التسجيل والتوثيق لهذا الحساب. إذن يا شباب، هنا سيكون معنا حساب تداول. هنا برنامج الإحالة. بالنسبة للإحالة، إذا أودع ستحصل على $50 لكل إحالة، هي تستخدم تقريبا سنة لماذا تستخدم. هناك أرباح توصل إلى $10,000. إذن أرباح $50 لك وللشخص الذي تقوم بإحالته عند استيفاء جميع الشروط. سنشرح ما هي الشروط: مشاركة رابط حتى الإحالة الخاصة بك وأصدقائك، التسجيل أو تسجيل الدخول إلى حسابك ماي والحصول على رابط الإحالة الخاصة بك. ثم هو عبارة عن وسيط سيقوم بإدارة الأموال. هناك سنقوم بنسخ ولصق الصفقات. نسخ ولصق الصفقات يعني ما هو نسخ ولصق الصفقات؟ هناك متداولين خبراء في الموقع، سنرى من هو الأفضل، ثم سنقوم بنسخ ولصق الصفقات الخاصة بهم بدون متابعات، بدون متابعات الأرباح أو التحليل الفني والتحليل الأساسي وما إلى ذلك، ونرى ما هي العملات التي سترتفع أو ستنخفض. هناك الكثير من المتداولين داخل الموقع لديهم الخبرة. سنقوم بنسخ ولصق، ثم سنودع رأس المال الخاص بنا، وبالتالي سنربح أو سنخسر معهم. هنا الموضوع موضوع ربح أو خسارة، هو عبارة عن سوق للفوركس يا شباب. تمام، الموضوع بيكون ربح أو خسارة وليس نصب. موقع الاستثمار غالبا ما تنصب، هذا لا ينصب، وإنما موضوع ربح أو خسارة بحسب زيادة أو نقص قيمة الفوركس اللي هو شراء العملات وما إلى ذلك أو شراء الأسهم. للتسجيل تقوم كل ما عليك هو القيام بالتسجيل وتوثيق الحساب. توثيق الحساب، أولا تقوم بالتسجيل بهذا الشكل. هنا فتح حساب، إذن هنا استمتع بفروق أسعار صفر على أزواج العملات الرئيسية. هناك تبادل في أزواج العملات مع الوسيط المالي، سواء كنت متداولا محنكا ذو خبرة كبيرة أو كنت حديث العهد بالأسواق. لدينا جميع الأدوات اللازمة لمساعدتك في النجاح، يعني كل شيء عليهم. تمام، أنت فقط سجل وثق حسابك، ثم ستودع، ثم انتظر مننا الفيديو القادم لمعرفة أين سنقوم بالاستثمار ومع من سنقوم بالنسخ واللصق. بمعنى هذا المتداول الذي سنقوم بنسخ ولصق من هو سيقوم بالتداول بالبيع والشراء، ونحن سننسخ الصفقة حقه، ثم سيعمل الوسيط آليا. إذا لفتح حساب يتم، يبدو أن النت بطيء نوعا ما قليلا. إذا بعد القيام بالدخول للتسجيل، سيظهر لك هنا تختار الاسم الأول اللي هو الاسم بحسب جواز السفر. مثلا اسمك محمد أحمد صالح علي، تسجل هنا محمد أحمد وهنا صالح علي، وهنا الاسم الأخير الخاص بك يعني اللقب، وهنا بلد الإقامة الخاصة بك، وهنا الهاتف رقم الجوال الخاص بك، وهنا البريد الإلكتروني، وهنا كلمة المرور. ثم تقوم بإدخال رقم خاص بك بأين ويجب أن تحتفظ فيه. سترسل الإيميل أو تحفظ، أن تقوم بالحفظ سيطلب منك عند السحب، وهنا توافق على الشروط، وهنا تقوم بالتسجيل. هذا كل ما في الأمر بالنسبة للتسجيل. طبعا المعروف هنا بتكون تداول الفوركس والذهب والأسهم والسلع الأساسية مع فروق أسعار تكون عادة صفر ومعدات عملة تنافسية. التداول محفوف في المخاطر. إذن هذا هو الموقع، وسنكون هنا بجانب مواقع الاستثمار التي اشتركنا فيها، نستثمر في هذه المواقع ونتركها للعمل عن طريق النسخ واللصق التي سأشرحها في الفيديو القادم. هذا الكورس سيكون كورس طويل إن شاء الله، وسيكون لدينا هناك توصيات وغير التوصيات من الفوركس والتداول. طبعا الباين اللي هنا سيرسل لك رسالة نصية إلى الجوال، ثم تقوم بالتسجيل. الباين رسالة نصية للجوال.
إذا بعد إرسال الرسالة نصيحة قلبين وتسجيله، سيقوم هنا بالدخول إلى الموقع الخاص بك. هذه هي الواجهة الأساسية، هناك رسائل على الإيميل الخاصة بك، هنا يحصل على $50. طبعا هنا في حساب ميكرو، حساب هذه كلها مالك منها. كل ما عليك هو الخطوة الثانية بعد التسجيل، وهي خطوة التوثيق. خطوة التوثيق تكون من هنا، من المستندات الشخصية، التحقق من البيانات، طبعا معك طريقتين، إما طريقة جواز السفر أو رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية. يقبل بالعربي، يقبل البيانات الخاصة بالعربي، إذا سجلت بالعربي سجل الاسم بالعربي، وهنا سيقبل البيانات الخاصة بك باللغة العربية. تقريبا موقع المنصة أو موقع الاستثمار في الفوركس هذا أو أصحاب الموقع هم تقريبا موجودين في الإمارات العربية المتحدة. قبل هذه وثيقة الهوية، كيف تقوم بتحميلها؟ أولا تقوم هنا من الملف الشخصي بتعبئة البيانات الخاصة بك، تمام. ثم بعد تعبئة البيانات الخاصة بك من هنا تنتقل إلى هنا، ستكون الخطوة الأولى اللي هي استكمال الملف الشخصي، ثم فتح الحساب، ثم الإيداع، ثم التداول. هنا تقوم باستكمال الملف الشخصي، تمشيها خطوة بخطوة، تضغط عليها بهذا الشكل، ثم من هنا التحقق عن طريق بيانات الشخصية. اللي ستقوم برفع الوثائق الخاصة بك. وقبل هذه الخطوة يا شباب، سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية إليك في رقم سري خاص بك إلى الإيميل. عند الدخول سيطلبه منك حتى تستكمل بنجاح، الرمز السري سيوصلك إلى الإيميل. هنا التحقق، إما تختار هنا وثيقة الهوية، تقوم هنا بعملية الرفع، وترفع الصورة الأمامية والخلفية إذا كانت بطاقة شخصية، أو الواجهة الأمامية إذا كان جواز سفر. هنا يقول لك القدر سن معلومات التسجيل الخاصة بك إلى عنوان البريد الإلكتروني لاكتمال الرقم الخاص بك. هنا الوثيقة تقوم ب تمسحها اسكنر، وهنا الخلف تقوم بتحميلها بالخلف بهذا الشكل، تصفح ثم تختار الملف المقصود اختياره، ثم تقوم بعملية التحميل بهذا الشكل، ثم تحدد المكان الذي محفوظ فيه الجواز، مثلا هذه الصورة تضغط عليها بهذا الشكل، ثم رفع، نرفع من هنا حتى تكون الوثيقة صالحة في النهاية، يجب أن تسوي واضحة وبدون غش أو انعكاس للضوء، يجب أن يكون الاسم الكامل ظاهرا، تاريخ الإصدار والانتهاء، مكان تاريخ الميلاد أو رقم التعريف الضريبي. هنا نماذج البطاقات الخاصة بعض الدول، أو هذا بحالة البطاقة الشخصية، أو بإمكانك الهوية الوطنية أو جواز السفر. ثم تعود وتعمل التحقق من الوثيقة الثانية. ستكون لديك هذه الوثيقة، هي وهي عبارة عن إثبات محل الإقامة، ثم تقوم من هنا بالرفع. ما هي وثيقة تحمل القامة؟ إما جواز، عفوا، إما فاتورة مياه أو كهرباء، هنا كشف حساب مصرفي، أو فاتورة ماء أو كهرباء أو تلفون أو آخر، تكون برضو واضحة. بإمكانك استخدام هنا اختبار التحميل للصيغة المقبولة عند التحميل، وهنا بإمكانك تحميلها بهذا الشكل واختيارها، أو هل وثيقة إثبات محل الإقامة التي تقدمها صادرة باسمك؟ نعم، إذا كانت لا تقوم هنا لا، اللي هي مثلا بالنسبة لمالك العقار الذي أنت مستأجر عنده، أو الزوج والزوجة، أو الأب والأم، أو أخرى أو أخرى، كل الوثائق هذه مقبولة. مالك العقار، هنا الزوج أو الزوجة، هنا الأب أو الأم، إذا كان لديهم أي حساب تقوم بإرفاقها، كشف حساب بنكي أو فاتورة الماء أو الكهرباء أو تلفون حتى وإن كانت بالعربية، ثم تحفظها. هذا كل ما في الأمر، وإن شاء الله هناك لدينا سيكون تعليم وسيكون آخر. نرى ما هي وسائل الدفع، مثلا هنا التحقق.
إحقاق من طرق الدفع. هذه تخص عند الإيداع، تقوم بإرسال النسخة. طيب ما هي وسائل الدفع؟ وسائل الدفع هنا تقريبا الفيزا، الماستر كارد، اللايت كوين، موجود اللايت كوين هنا، الإيثريوم هنا، بإمكانك الياندكس، السكايل، كيوي، بريفكت ماني، إذا موجود نيتلر، إذا كل البنوك مقبولة. والحد الأدنى للإيداع هو $10، سنأخذه في الكورس اللاحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظرونا في بقية الكورس.